بدكم نحكي عن المظاهرة؟ ايه. اوكي، شو بنسمع بالمظاهرة؟ شو بيقولوا بالمظاهرة؟ كلهم يعني كلهم. شو يعني كلهم؟ يعني كلهم يعني كلهم يعني كلهم 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 يعني كلهم يفلوا او ينفلوا. لا مش بيفلوا، نحن يعني بيفلوا المينيسترو بريسيدون بس. انت ما بدك تفلي من هون؟ لا، لانه بحب لبنان. ولبنان بحبك. في مين بخلوا هيلا هيلا هيك هيلا 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 بيقولوا كل واحدة بسين شو حالو شو بيقولوا؟ شكرا بسين زبرا. اوكي شكرا بسين شو حلو. اوكي انا قلي هيلا 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 هو هيدا بلدنا يا حلو وهيدا بلدنا. سارة انا بعرف سارة كارال قالت ما بدها تسافر. إذا عندك مثلا الخيار انك تسافري على غير بلد وتعيشي هونيك، اي بلد بتنقي؟ هلا انا شخصيا ما بحب اطلع من لبنان لانه هذا يعني مسقط راسي، وانا بحب لبنان من قلبي. بس اذا كان عندي الخيار وكنت مضطره اني نقي بروح على امريكا. اذا خيروك بين الجنسيه اللبنانيه والجنسيه الامريكيه، هلا غمض عيونك هيك اجى قالوا لك انا بعرف شو بتاخدي؟ صراحه بكل محبه وما حدا بيزعل منك بهيدا الظرف وبكل شيء عم نقطع فيه باخذ الامريكانيه. شربل، اذا عندك كان اوبشن او عندك خيار انه فيك تنقي غير بلد، بدي اسافر على تركيا. بتروح على تركيا؟ ليش تركيا؟ هيك بحبها. تتخلى عن جنسيتك بلبنان؟ بمشي شوي على لبنان وشوي على تركيا نص. واذا قالوا لك ممنوع بدك تنقي؟ إذا لبنان الحكومة صارت منيحة على لبنان. إذا يعني في حكومة رح تبقى بلبنان. أنا بنقي كندا. ليش بتروح على كندا؟ لأنه هنيك في عم تتابعولي. كرمال لأنه عائلتك هنيك؟ لا، لأنه عم تتابعولي. طب وعمتك يعني اليوم بتفلي من لبنان وبتتركي كل رفقاتك بالمدرسة؟ لا أكيد لا، بحب رفقاتي. كمان في واحدة معي على الديكواندو ما بتركها. يعني لبنان أحلى بلد. بتحبه كتير.